مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات بناء على طلب حضراتكم. طبعا دلوقتي هيبدأ معنا الشوط الأول وهنبدأ نقول لحضراتكم إحنا هنعمل إيه. أصدقائنا اللي طلبوا وصفات اقتصادية من ضمنهم كانت المسقعة البلدي اللي إحنا لما بنروح نشتري الفول والطعمية من المحلات المخصصة ليه بنبقى دايما عايزينها علشان تحلي الأكلة بتاعتنا في الفطار، وفي ناس بتحب تعملها في البيت تحطها في الثلاجة تبقى نوع من أنواع الحاجات المقبلات أو حاجات الفاتحة للشهية وكمان مغذية. إحنا هنعملها بطريقة تبقاش يعني إيه تبقى محتفظة برضو بالفيتامينز اللي فيها من غير ما نقليها. طيب هنعمل المسقعة البلدي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعمل كام وصفة كده لطيفة إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طيب المسقعة البلدي هي عبارة عن بتنجان متقطع مكعبات. الحقيقة إحنا أنا هشويه في الفرن، أنا مش هقلي، لكن في المحلات بيقلوه، وإحنا اتفقنا إن البتنجان لما بيتقلي بتروح كل الفايدة والفيتامينز اللي فيه بمجرد إنه اتقلى، فخلينا أحسن نديله معلقة الزيت ونشويه في الفرن هيطلع كأنه مقلي بالظبط وطعمه أحلى وأفيد أكيد. طيب عندي بطاطس متقطعة مكعبات برضو حطيتها بنفس الطريقة في الفرن، وعندي فلفل رومي متقطع مكعبات، كل ده بيتحط على صاج واحد، نعمله معلقة زيت واحدة وندخله الفرن مع رشة ملح ورشة فلفل. طيب عندي طماطم متقطعة مكعبات، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من الثوم، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من السكر، ملح وفلفل وكزبرة جافة. هبدأ أول حاجة أقول بسم الله، هجهز للصوص بتاع المسقعة البلدي دي. طبعا هي ليها كده ايه زي تخديعه، ما بيقولوا عليها تخديعه كده، تنزل فيها تتصلصل وتشرب الايه الطعم الحلو ده، وبعدين يدي بقى نكهه حلوه للبتنجان وللبطاطس وللفلفل. متعارف عليها الفلفل الاخضر الرومي، لكن اذا حضراتكم حابين تضيفوا لها فلفل الوان ماشي. انا بجيب البتنجان وبقطعه وبعدين بعمله مكعبات وبحطه على صاج، الصاج ده عليه ورق زبده، وبحط معاه بطاطسايه او بطاطسين على حسب وفلفلايه، وببدا اديله معلقه زيت زيتون ورشه ملح خفيفه واقلبه مع بعض كده. في ناس بتدي رشه فلفل او منكهات يعني، او تدي فصين ثوم معاهم وبعدين تروح هرساف وسطيهم، بس احنا خلاص اوريدي عندنا ثوم مفروم. طيب احنا بقى هبدا اسخن كده طاسه على النار، هاخد كده انا عاملها يعني بما انها بقى البتنجان مشوي والبطاطس معموله في الفرن فهي صحيه، فهعمل كده معلقه زيت زيتون، وهبدا اخد كده الثوم. اول حاجه نشوح الثوم الحلو ده، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه الثوم الحلوين كده، نطلع الريحه الحلوه كده، وطبعا على طول بكون مجهزه الطماطم كده، تاخد الصدمه الحلوه دي وايه وتمتص سخونيه الطاسه وتبدا بصوا تعمل ازاي، تبدا خلاص تكش سنه وتبدا تديني الصلصه الحلوه بتاعها بقى. هقلب كده، الريحه طبعا روعه، هضيف برده هنا في النص معلقه الصلصه عشان انا بحب ان الصلصه دي تطلع الماده الحافظه اللي فيها، وطبعا يفضل استخدام الصلصه اللي في البرطمانات الازاز. ان شاء الله نعمل مع بعض الصلصه او معجون الطماطم في البيت، بيتعمل ليه طريقه بيعملوه بيجففوها على الشمس، ليها طريقه كده، الاول بتتعمل بالملح، الطماطم فريش تتغلف بطبقات الملح ويسيبوها كام يوم وبعدين ياخدوها يبداوا يصفوها، بعد ما بيصفوها بيبداوا يحطوها على شاش حاجات يعني تصفيها فيها ويقلبوها كل يوم في الشمس عشان لما توصل لمعجون الايه الصلصه ده. بصوا كده طلعت بس الطعم منها، هاخد بقى هنا كده شويه من الميه كده مش كتير عشان اطلع كل الحاجات اللي في الايه في البان دي اللي جفت او اتحمرت وايه ومسكت فيها. بسم الله كده هاخد بقى ابدا اطعم بقى الحاجات الحلوه دي، وهنتكلم عن فوائد البتنجان. طيب معلش حصل خير، هاخد واحده تانية، هاخد كده رشه كده من الفلفل،
طبعا نقدر الناس اللي بتحبها مشطشطه، ولو ان انا ما بحبش الحاجات المشطشطه قوي، يعني بتبقى ساعات القليل منها هو المفيد ولكن الكثير منها بيؤذي، يعني خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في قرحه المعده او القولون او فممكن يحطوا يا اما قرن فلفل او معلقه من الهريسه اذا حابين يعني، ودي برضو بتطفي تيست حلو قوي. بصوا الطماطم صلصلت ازاي وبقت جميله، الصدمه اللي خدتها في الاول، ودي برضو المرحله لو حضراتكم بتحبوا الشكشوكه هتلاقوا ان المرحله دي تعمل الشكشوكه، بنعمل الشكشوكه كده برضو، بس طبعا بنحط بصل. ساعات ناس بتحب توم بس هي الاصليه بتاعتها بتبقى بالبصل. هنا هضطر احط المعلقه الصغيره من السكر عشان الحموضه، اتفقنا انه السكر بيعالج او بيخف من حده الحموضه بالذات في صلصه الطماطم، والناس اللي بتتعب في الموضوع ده جدا. خد بس الطماطميه دي اشيلها كده ونقلب تقليبه حلوه، وبعدين عندي الخل هخليه جنبي، وعندي الكزبره الجافه اهو كده، قلب تقليبه حلوه، هرفعها بقى من على النار، خليني ارفعها كده من على النار ايوه، وبعدين هضيف الخل وهنقلب تقليبه حلوه. خليني ادوق، انا مش عارفه الملح اخباره ايه، لكن ممكن سنه بسيطه قوي من الملح، عايز حاجه بسيطه، انا عموما ما بملش للملح الكتير ولا للسكر الكتير، يعني احب الحاجه مظبوطه ولو اقل ملح، يعني مثلا لو عملنا اكله مظبوط ملحها قوي تلاقوني قللت الملح في السكر في الـ في الـ في, الـ في الرز عشان يبقى فيه تناسب، فليأكل الرز ما يبقاش برضو واخد التمليح القوي قوي، فيبقى فيه تعادل ما يبقاش حاسس ان في حاجه ناقصه، بس تمام. طبعا انا حطيت معلقه صغيره سكر خلاص، هبدا بقى اخد كده المكونات دي، هاخد الاول البطاطس عشان هي اقدر اقلبها من غير ما تتهري، اخر حاجه ممكن اخلطها هي الباذنجان كده، وناخد بقى سباتيولا كده لطيفه، بلاش بقى المعلقه الخشب دي، وهنقلب كده دي بقى بتتعمل لما تسقع بتبقى رائعة الحقيقة يعني، حطوها بقى في علبة كده في التلاجة نستفيدوا ايه منها. ننزل بقى البتنجان، بسم الله الرحمن الرحيم، انتوا طبعا بتتابعوا الشوى او الشوي بتاعه بتقلبوه كل يعني تفتحوا الفرن وتقلبوه لازم عشان يبقى من كل النواحي اخد نفس اللون، وبيبقى الحقيقه مسته انه خفيف وما بتحسوش ان هو تقيل، والزيوت دي بتحمى بتبقى مش حلوه، والقلي اصلا ضيع لي الفايده، فانا باكله ليه بقى في الاخر؟ يعني انا شايفه ان في الاخر لو انا باكله بدون فايده يبقى لا، هو طبعا ليه فوائد كتيره جدا، اصلا هو غني جدا بحمض الفوليك والبوتاسيوم، في فيتامينز كتير ومعادن كتيره بجد، في ناس كتير قوي بتاخده، وطبعا بيعزز صحه القلب كمان، بيقوي المناعة، وهو فيه نسبة حديد عالية كمان عشان حضراتكم تبقوا عارفين، وبيبقى فيه يعني الناس اللي يعني لا قدر الله بيبقى زي بالظبط القرنبيط وزي البروكلي، الحاجات اللي بتحمي من الكانسر أو الأمراض اللي قدر الله أمراض المناعة القوية يعني. الفلفل الرومي والألوان دول عنده كمية مضادات أجسدة غير طبيعية، في فيتامينز جدا كويسه جدا بتقوي المناعه، عشان كده دايما لما بيبقى في نقص في المناعه نقول ايه طبقه سلطه وفيه كميه فلفل الوان كتير. الناس اللي بتحافظ بقى على البشره دول بيستخدموه كتير جدا، بيبقى في اطباقهم الرئيسيه، وعلى فكره هو غني بفيتامين سي طبعا، بسم الله، وطبعا برضو للانيميا. خليني بس اخد كده اللوش هنا اغرف احلى، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، مش هاخد بقى، كان المفروض بقى احنا يا سلام والله قريت افكاري، انا بصراحه كان نفسي احط القرن الفلفل ده، بس انا قلت علشان اصدقائنا بيقولوا يعني بلاش الحار، ما رضيتش اعملها لاصحاب الوصفه فيها الفلفل الحار ده، لكن الريحه طبعا روعه، بصوا وجميلة ومختلفة ومغذية وفيها كل الحاجات الحلوة، مختلفة برضو.
كان لازم في البيوت زمان، انا فاكره كان لازم عندنا البتنجان المخلل او البتنجان بالخل والثوم، لازم الجيلي، لازم الكريم كراميل، في اطباق رز بلبن، حاجات العاديه انتوا عارفين تفتحوا الرف الثلاجه تلاقوا القرفه في ايه. بسم الله ما شاء الله في البيوت زمان عامره يعني بالخيرات كلها، فكانوا في البيوت زمان لازم يعملوا حاجات حلوه كده، فتلاقي دايما طبق مخلل، طبق يعني خيار مخلل، تدخل المطبخ تلاقي كده على الرخامات الحاجات اللي هي ايه، هديكي كده شويه حاجه تفتح نفسك جنبها مع الاكله، فتلاقي نفسك كان لازم يبقى فيه الحاجات دي زمان، كانوا يعني مهم قوي الحقيقه في حياتنا انه السيدات والامهات كانوا بيعملوا الحاجات دي كتير جدا. ما بجانب الوجبه يعني كده، بصوا بقى الجمال برضو يعني طبق حلو. وبعدين لما انا معرفش انا احب اكله ساقع، يعني انا عن نفسي هاكله ساقع، تسقع بقى كده وتصلصل في ورشه زيت زيتون كده عليها، والواحد ياخدها في عيش كده ربع رغيف بلدي ولا حاجه، تبقى رائعه بصراحه، يعني من الحاجات الرائعه. بسم الله. والله يا مصطفى احنا لو عندنا قرن فلفل ما عنديش مانع والله، انا موافقه، ممكن تجيبي قرن فلفل اخضر عشان بس مخرجنا ما يزعلش. طب يعني انا ما اقدرش استاذ ابراهيم، والله ما اقدرش يا فندم، حطها حالا دلوقتي قرن الفلفل، وبالهنا والشفاء على صحه حضراتكم. اطباق لطيفه جدا، وايه ومن الحاجات برضو اللي تفتح النفس تتاكل بشكل لطيف، واهم حاجه عشان خاطري بلاش القلي، بلاش نقلي. في وصفه تانية هنعملها، الوصفه دي من الحاجات اللطيفه، في ناس محبه للبطاطس جدا، وعلى فكره البطاطس دي بيتعمل بيها بسكوتات، وبتعمل بيها معجنات، وبتعمل بيها معجنات حادقه واصناف بتبقى غنيه جدا وحلوه جدا. تسلم ايدك يا مصطفى. الواحد ما بيحسش ان هي قد كده مهمه الا للناس اللي بتحب البطاطس بجد. يمكن انا، تسلم ايدك، يمكن انا بحب مثلا ادخل البطاطس في حاجات كتير، بحب المهروسه، وبحب اللي بتتعمل كور، وبحب الكبيبه، الكبه البطاطس اللي تتحشي لحمه مفرومه، اذا مش بالضروره نعمل الكبيبه يعني، او اللي هي باللحم، لو عندي شويه لحمه اعملهم في بطاطس، ممكن الرولات، الكروكيت، ممكن حاجات كتير، والولاد بيحبوا الحاجات دي قوي. انا النهارده هعمل وصفه برده لطيفه بقوارب البطاطس. البطاطس العاديه بتاعتنا، خلينا نتفق ان البطاطس ليها انواع. النوع اللي انا هجيبه هو النوع بتاع اللي بيتحمر، يعني ايه، في نوع بيبقى ينفع تحمير وينفع للطهي، واحنا بنشتري كده بنبقى عارفين، عشان ساعات بتبقى في موسم معين من البطاطس، بتبقى البطاطس لو حمرتوها لو خدت لون ومن جوه ما استوتش، فدي ما بتبقاش بطاطس التحمير. وساعات بيحصل كده في البطاطس اللي بتبقى بعد البطاطا او مع البطاطا، بتبقى ليه اكثر ايه يعني، فيها نسبه سكر مكان التربه نفسها، فبتلاقوها اتحمرت من بره كتير. خلينا كده نشوف الوصفه بتاعتنا هي عباره عن ايه. قوارب البطاطس المفرغه، انا عندي بطاطس مفرغه هقليها نص قليه بسيطه، تشويحه بسيطه كده، وعندي صدور مكعبات، مش شرط ان انا اشتري الصدور، انا ممكن يبقى باقي عندي شويه يعني ربع فرخه، حبه فراخ باقيه مستويه، مش مشكله يعني، مش شرط تكون حاجه مخصوص. عندي بصل مفروم، وعندي جزر، وعندي كوسه، وعندي بسله، صلصه، زيت، بابريكا، بصل باودر، ملح وفلفل، جبنه موتزاريلا للوش او لاي نوع جبنه حضراتكم حابينه، كمان لو عندي قرع هحط، لو عندي بروكلي هحط، لو عندي مشروم هحط. انا يعني بقول لحضراتكم اللي انا هعمل بيه، لكن حضراتكم ليكوا حريه الايه الاختيار، وببعد عن الحاجات اللي تبقى مكونات كتير فيهم حاجات كتير يعني مش اقتصاديه، فتبقى المكونات مش مكلفه، فنقول ايه كنا طبخنا لحمه احسن مثلا يعني، عشان برضو ايه انا بعمل ده هدف لحضراتكم من خلال برنامجي، لانه اتطلب مني اعمل حاجات اقتصاديه بشكل معين، يبقى فيها نسبه خضار عاليه، كمان في ناس فيجيتيريان ما بياكلوش، فاحنا لو هم فيجيتيريان هنشيل طبعا الفراخ مش هنحطها، لكن ممكن بقى ساعتها احط المشروم على انه بروتين قوي ويساعد، وكانهم كانوا لحمه بالظبط، مفيش اي مشكله خالص. طيب انا هنا لازم اجفف البطاطس قوي، ودي برده من ضمن الحاجات. بصوا بقى انا بغسل يعني البطاطس دي، لو انتوا هتخزنوها في الثلاجه او بتشيلوها في الثلاجه، بغسلها كويس بالفرشه الخضار، وبعدين بنشفها كويس قوي وبشيلها.
خلاص في حاجات خاصة بالخضار بتتحط عشان هي في الصيف ممكن تعمل يعني تلاقوها بقى ايه باظت بسرعة وما بقتش حلوة. وبعدين بقشرها وبعدين باخدها اقطعها نصين بالطول. بصوا حضراتكم هي متقطعة نصين بالطول، خدت كده جزء وبعدين بالمعلقة قعدت اخفف اخد شوية من ده. انا ممكن كمان الحشو اللي هنا اخده من ضمن الحشو بتاعنا، مفيش اي مشكلة، يعني اقدر اخد الحشو ده احطه مكان الحشو. طب لو انا هستخدم حتى بطاطس تانية للتحمير بنشفها بس عشان ما تقعدش تطرطش في الزيت كتير، هديها بس نص قلية كده خفيفة. خليني كده ايه اعمل كده بسم الله حاجة بسيطة وانشف تاني هنا وهبدأ اشتغل فيه الايه الحشو بتاعها كده. طبعا الميه دي فيها ملح عشان طبعا البطاطس بيبقى محتاجه نسبه ملح عشان يبقى فيها طعم يعني، وهي كمان لو اتحطت ضمن مجموعه خضروات بتسحب من نسبه الملح شويه كده. هبدا انشف كده كويس، تاخد بس ممكن نشوحها مفيش مشكله، بس انا عايزه ايه زي ما بنعمل البطاطس اللي باللحمه المفرومه حضراتكم اللي بنقورها الصغيره دي، هي نفس الفكره بس انا هحشيها هنا خضار وحاجات جميله. بسم الله. اوكي هجيب منديل تاني كده. شايفين الجمال؟ الحشو بتاع البطاطس حضراتكم تقدروا تحطوه من ضمن الحشوه مفيش مشكله خالص، قطعوه وياخد نص تحميره برده لوحده كده ويتحط من ضمن الايه او يتعمل كقاعده تحت القوارب اللي احنا هنعملها دلوقتي. تمام هي بدات اهي تقول حاجه، خلاص هشيل بقى الميه دي وهبدا اجهز بقى طاسه. عندي هنا طاسه، هحتاج طاسه كده جميله، ممكن ايه حد يجيب لنا بقى طاسه؟ عايزين طاسه يا مصطفى؟ كده اهو هنبدا نشوح فيها الايه الخضروات. بصوا بس تاخد نص كده وهعمل طبق صغير احط فيه تسلم ايديك، واعمل ايه احط فيه شويه مناديل كده تطلع عليهم كده. اوكي هنعمل كده. كده عشان نطلعها ونخلي معانا ايه الشوكة دي والملقاط. ماشي شوكة كويس، نقلب بس كده تقليبا نص نص واحدة كده، وانا بسخن هنا الطاسة على النار هنا تسخن ونبدأ نشوح فيها الايه الخضروات. حاجة بسيطة جدا نقدر من بواقي حاجات موجودة عندنا في البيت نتعامل مع الموضوع بشكل لطيف. انا هنا هبدأ اجيب كده معلقتين زيت زيتون وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم هاخد كده معلقة وهبدأ اضيف البصل. بسم الله بصل بقى اخضر، عايزين تحطوا كرات، عايزين الخضروات اللي تريح حضراتكم اللي موجوده في البيت يعني استغلوها واستخدموها مفيش مشكله، اي حاجه فيها خضروات هي مفيده جدا جدا، بل بالعكس لو حاجه دبلت موجوده عندي وعايزه استغلها هعمل كده. هاخد رشه بس من الملح وهاخد رشه كده من الفلفل نطعم البصله بتاعتنا، نديها تشويحه حلوه كده، وانا هبدا انزل معاها بسم الله المكعبات اللي انا مقطعاها او بواقي الفراخ اللي موجوده اتنسرتها كده، وانا بقى هبدا اشوح دول. مش هعمل اي حاجه خالص غير لما حضراتكم ترجعوا لي هستسمحكم في استراحه بسيطه، هنطلع هشوح دول مع بعض مش هعمل اي حاجه الا ما ترجعوا لي بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الشوط الثاني. اهلا
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا من الاستراحه وهنبدا مع بعض الشوط الثاني. دلوقتي انا شوحت البصل مع رشه من الملح والفلفل مع زيت زيتون، وحطيت مكعبات الفراخ المتبقيه عندي، كان بقى صدر فرخه حته صغيره مش فارقه، حبيت اعزز بس ان يبقى في حاجه مع الخضار. طبعا لو في مشروم يبقى خلاص، في بروكلي، في اي حاجه من الحاجات الحلوه دي تمام. حطيت شويه الجزر، وبعدين هضيف البسله. بسم الله كده، وهنقلب برضو مع بعض تقليبة حلوة. البطاطس أنا ممكن أبدأ أطلعها، هي يعني نص تسوية، أبص عليها كده. البطاطس خدت رشة ملح وفلفل، خليني كده هنا، معلش انا هقلب كده عشان تتصفى كويس وبعدين هوريها لحضراتكم. اهي تبقى سخنه بس تمام. وهنا كمان طبعا، هي لو مشوية في الفرن هتبقى احلى. ده في بقى صنف بالمشوي عايز اقول لحضراتكم رائعة جدا، بتتباع بره غالية جدا في النوادي كلها، في بعض الاماكن والمطاعم بتبقى رائعة وغنية جدا وجميلة، هتعجب الولاد قوي. طيب احنا كده شوحنا كل الخضروات، هضيف في الاخر الكوسة عشان الكوسة مش بتاخد وقت، وانا مش عايزة الخضار يبقى مهري، انا عايزه الخضار يشم النار ويبقى جميل، يعني لسه فيه حيويه عشان استفيد بالفيتامينز اللي فيه. هيخش الفرن تاني، انا مسخنه الفرن يا دوب بس تاخد لها كده شويه فيه. احط هنا في النص دايما، اوسع لنفسي كده عشان انزل هنا الصلصه عشان ايه اطلع منها الماده الحافظه، وزي ما قلت لحضراتكم يفضل الصلصه اللي في البرطمانات الزجاجيه، دايما الحديد او كده، حتى لو انتوا هتجيبوها من الحديد جيبوها وما تسيبوهاش في العلبه، انقلوها انتوا في برطمانات زجاجيه علشان تبقى في الامان، وضيفوا عليها زيت للحفظ. ده بس اللي هربت هنا هنا، وهنطفي بقى على الزيت هنا خلاص. هنقلب تقريبا كده حلوة، هدي بعض التوابل الحلوة، بابريكا كل الحاجات الجميلة دي، وطبعا هدي كمان رشة ملح وفلفل، نقطتين مية بس الأول يدوا روح للخضار. ده هنقلب تقريبا حلوة كده، ونعمل بقى وصفة لطيفة ريحتها جميلة. هناخد رشة ملح وفلفل تاني، وبرده رشة من نقطة مية كمان بس كده، وانا هحط فيها شوية صوص وانا بحشي بيها القوارب بتاعه البطاطس. واحنا حطينا بقى ايه، جزر، فلفل الوان، خدنا البطاطس نص قاليه كده، حطينا بسله، حطينا بواقي فرخه عندنا ربع فرخه، حطينا البسله، حطينا كوسه، رشه ملح وفلفل بقى بسيطه تانيه، بواقي الجبن قلنا اللي بتنشف عند حضراتكم ما ترموهاش، بنروح ضربينها في الكبه ونحطها كده في اكياس ونشيلها في الفريزر، تنفع بقى وقت ما نكون عايزين حاجه على الوش، بنعمل فطيره، بنعمل معجنات، تدي تيست وطعم، نعمل مكرونه في اي وقت، الحاجات دي كلها بتفرق جدا الحقيقه كده. الريحه روعه بصراحه،
يا سلام. هنا بقى هجهز القالب اهو. هنا كده هحط بس نقطة زيت زيتون نقلب تقليبة حلوة، مش عايزة بقى الخضار خلاص يستوي أكتر من اللازم كده. تعالوا بقى نرفع الخضار الحلو ده، نروح نحشي مع بعض هناك قوارب البطاطس. بسم الله. هنا هاخد كده الأول معلقة أو معلقتين كده بالصوص تحت. لا عايز بقى، على فكرة الوصفة دي لوحدها أصلا تتحط في طاجن في الفرن تطلع روعة. يعني إذا عندكم بواقي حاجات وعايزين تستغلوها، تعالوا بقى ناخد قوارب البطاطس كده. وبعدين نبدأ بقى نحشي القوارب الحلوة دي كده. هنا هناخد كده، بسم الله. بس أنا اسمحولي هتحايل على الموضوع ده بحاجة لطيفة كده، هحط هنا الأول تحت رشة جبنة الأول، ماشي، عشان تطعم الإيه البطاطس من تحت، يبقى ليها طعم كده. كده نعمل كده وبعدين نحط شويه الخضار، وهنحط تاني على الوش زي ما انتوا عايزين اهو. لطيفة جدا. ممكن بقى كده اظبط دي بس كده، ايوه كده. نحشي بقى بالحلو ده. عايزين عندكم بقى صوص، مثلا هفترض بشاميل، عندكم مثلا ممكن تعملوه بحاجه زي البدي شوفان مثلا، يبقى خفيف مع لبن خليط دسم للي حابب بقى حاجه خفيفه. بما ان احنا عملنا البطاطس، ولو عايزين تشوي البطاطس هنعملها بنفس الطريقه، بس احط كده رشه زيت زيتون ورشه ملح وفلفل وهدخلها الفرن، تكش برضو وهتاخد الفريم بتاعها الذهبي الخفيف، وهتبقى بقت مشويه من غير ما احنا نعمل لها دي. بس انا قلت لانه انا عارفه ان في اصدقاء كتير بيحبوا يعملوا وصفه البطاطس اللي بال انا كده بخلط بس نوعين الجبنه مع بعض، حاطه تحت موتزاريلا مع هنا، وندخلها بقى الفرن تسيح كده وتبقى جميله كده. هنا كده هنا كمان كده هنا شويه. عايزين تنكهوا بقى بشويه زعتر، شويه روزماري، شويه ريحان، اللي يريح حضراتكم انتوا وذوقكم زي ما بتحبوا. يعني القصه يعني بسيطه، والمنكهات دي دايما كل واحد حر فيها، لانه التوابل كمان امزجه. يعني في ناس ممكن تحب حاجات مع بعض، في ناس تانية ما تحبهاش، فزي ما حضراتكم تحبوا. أنا دلوقتي الفرن عندي سخن على حرارة 180، شغلت الشواية وشغلت الفرن عشان تسيح وتبقى برضو بتسخن. اللي عايز يحط شوية صوص براحتكم، عايزين شوية صوص أبيض، صوص أحمر، زي ما انتوا عايزين. بس هي الحقيقة جميلة وبتتاكل رائعة،
وفيها برضو نسبة نشويات لا بأس بيها ولكن مش كتيرة. هندخلها الفرن وإيه، هنسيبها بقى تاخد لون كده وشكل تحت الشواية ونبدأ نإيه نجهز. طيب أنا دلوقتي هفترض إن اتبقى معايا زي ما حضراتكم شايفين كده الشوية دول، أقدر أحطهم في طاجن صغير، طاجن صغير وعليه شوية عصير طماطم بسيط قوي، ويدخلوا الفرن ياخدوا يدوا مع بعض يكملوا تسويتهم، ويبقى معايا طاجن صغير ممكن يتقدم جنبه شوية رز بالشعرية ويتاكلوا مفيش أي مشكلة خالص. يعني إحنا إزاي نقدر نفكر إن إحنا نشغل بواقي الحاجات اللي ممكن تبقى عندنا؟ سهل، أو أشيلهم في الفريزر لحد ما وقت تاني أحتاج الحشوة دي في حاجة تانية فأستخدمها. الحاجات دي ونكتب عليها، مهم قوي الاكياس تكون اكياس تخزين، حضراتكم تكتبوا عليها تبقوا انتوا عارفين دي حشوه كذا، دي من يوم كذا. التاريخ مهم جدا عشان التاريخ ده بيخلينا دايما نشوف الحاجات اللي بقى لها فتره نستخدمها الاول، وبعدين الحاجات اللي لسه عاملينها ندخلها بعديها. دي من ضمن الحاجات اللي ايه المهمه برضو ان احنا ناخد بالنا منها. الوارد اولا يصرف اولا عشان ما يبقاش بنسيب حاجات في الثلاجه او في الفريزر تعدي عليها الوقت وتبوظ. طيب عندنا وصفه بقى من الوصفات الحلوه لطيفه جدا، من الوصفات اللي يعني برضو محببه، هي جديده شويه. احنا سمعنا عن وصفات في الحلو زي المدلعه وزي المدلوقه اللبناني، ودلوقتي بقى في المستريحه. ايه المستريحه دي؟ وصفه بسيطه جدا جدا لكن كلها مسميات، خلينا نبقى عملناها عشان لو حضراتكم شفتوها على يعني يوتيوب على فيسبوك على انستجرام تبقوا حضراتكم عارفين ان هي دي وصفه الايه المستريحه. وطبعا الحشو يرجع لحضراتكم. انا هستسمح حضراتكم بقى قبل ما ابدا فيها، هنطلع فاصل وهنرجع نستكمل مع بعض في الاكسترا تايم ونشوف اخبار المستريحه. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية من الاستراحه، ودلوقتي بقى هنعمل وصفه المستريح. معرفش يعني هي المصطلح لطيف لكن خلينا نتماشى مع الوصفات الجديده والمسميات الجديده. طيب هقول لحضراتكم الاول الوصفه، هي بسيطه وسهله جدا تتعمل في 10 دقائق. تعالوا كده نقول المقادير ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. عندي بيضه، عندي نص كوبايه من السكر، عندي فانيليا، معلقه ونص كبيره من الدقيق، معلقة كبيرة ونص برضو من الكاكاو الخام، كوباية حليب بودرة، وعندي 50 جرام من الزبدة، حوالي معلقة كبيرة كده مليانة أو معلقتين، كوبايتين من المية السخنة. الكاكاو الخام ده هنزين بيه، أنا عندي معلقة ونص كاكاو خام وعندي كاكاو خام للتزيين. طيب عندي بسكويت سادة، أي نوع بسكوت سادة بتاع الأطفال العادي، وعندي قهوة سريعة الذوبان بخفها بمية عشان أدي طعم القهوة في البسكوت. اللي مش عاوز طعم القهوة في البسكوت ممكن عصير الكمبوت أو أي نوع عصير يريح حضراتكم تستخدموه في الوصفة دي، تنزلوه في العصير مفيش أي مشكلة خالص. ولو مش حابين يبقى فيه كاكاو برضو مفيش مشكلة، ممكن تحطوا مكان الكاكاو كاستر فتبقى بالكاستر. يعني في يعني ممكن حاجات كتير قوي تبقى إيه بدائل لطيفة جداً. وممكن احط جوه الوصفه دي اي حاجه من الكومبوت الموجود معاهم يتعمل بيوريه، بما ان انا مش عاملها قهوه بقى. لكن خلينا كده نبدا مع بعض نقول بسم الله. هاخد البيضه، بس اسمحوا لي البس الجلافز. هاخد البيضه، طبعا الخليط ده اكيد طالما فيه بيضه اكيد مش هحطها نيه، اكيد هاخد الخليط ده تاني على النار يعمل زي كريمه الشوكولاته كده. طبعا لو عند حضراتكم كاستر هيبقى جميل، وتقدروا تخلطوا معاه شوكولاته دارك خام او تخلطوا معاه كاكاو خام هيبقى رائع. هاخد الفانيليا والبيضه، بسم الله هضيف كده هنا، معلش ثانيه واحده عشان الفانيليا بس. ايوه اتجمدت، تكييف هنا عالي كده. وهاخد المعلقه ونص السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وبرده هنزل كل كميه السكر. وعندي الدقيق، انا مسخنه ميه بتغلي عشان تساعد معايا كمان الخليط يتماسك بسرعه، يعني يدخل على النار يستوي على طول. 50 جرام الزبده او المعلقه الكبيره من الزبده، الكاكاو الخام واللبن البودره كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هاخد، معلش هعاير بس الميه، هتبقى ميكس بين السائع والسخن
كوبايه وكوبايه عشان تبقى مظبوطه. اشوف بس هنا كده كوبايتين. اوكي بسم الله، وهنضيف وخلينا نضرب الخليط ده ونشوف اخباره. خلاص هاخد كده الخليط ده بسم الله، هرجع على حلة وهدوب خليط ريحته تجنن صراحة. يعني الكاكاو الخام أحلى كاكاو تستخدموه الأسباني، بيتباع عند العطارين أهو. هنبدأ نقلب الخليط ده كده، يبقى شبه المهلبية الخفيفة يعني، فهو خليط سريع وجميل. هنا أنا حطيت القهوة سريعة الذوبان، وهضيف هنا ميه ساقعه عاديه. خلوني احط اهي ميه ساقعه عاديه عشان ابدا ادي ادوبها احط فيها البسكوتات. خلاص هدوب كده بمعلقه الخليط كده، وزي ما قلت لحضراتكم مش عاوزين الخليط يبقى فيه القهوه سريعه الذوبان، اعملوها في عصير، اي نوع عصير يريح حضراتكم، عصير اناناس، عصير تفاح، اي نوع عصير. هنا بقلب كده شويه، خلوا بالكم ما تتسبش لان انا الخليط على وشك انه يربط بالدقيق. طبعا المعلقه ونص دي اللي احنا حطيناهم في الخليط. هاجي كده هجيب البايركس دي، انا عامله واحده في شفافه فحضراتكم هتشوفوها، هحط هنا وهبدا اخد. انا هعمل الخليط بسكوتين بسكوتين عشان انجز في الطبقات وما تبقاش كتيره، يعني ما قعدش في الخليط كتير، وعادي لو اتقسمت واحده او اتنين مش هيجرى حاجه اهو. وهكمل كده كده في الوقت ده عشان اعمل طبقه حلوه. ده بسكوت عادي بتاع الاطفال، مفيش فيه اي مشكله خالص، اهي مش هتقول لا ابدا. في الجوانب كمان هاخد طبقه كده، بحب اعزز طبقه البسكوت قوي، اول طبقه بس تحت عشان هي دي اللي بتبان قوي، اللي فوق مش مهم تبقى طبقه واحده. اوكي وسهله دي ما تبلتش كويس، تمام اهو. هنعمل كده، خليني بقى اقلب هنا الخليط كويس. بصوا هيبدا يربط وايه، مش عايزه البسكوت يبقى يطرى قوي، يا دوب يعني خطفه كده في الايه في البوله وخلاص، عشان كمان لما هينزل عليه الخليط السخن هيطريه، فانا مش عايزاه يبقى عجينه، انا عايزاه يبقى فيه شويه قوام. عايزين تستخدموا سافايار اللي هو البسكوت الليدي فينجرز اللي هو بيبقى شويه اتقل واتخن لما بتستخدمه في التيراميسو والحاجات دي ممكن، لكن انا قلت نوع بسكوت جميل للاطفال بيبقى مش يعني مكلف، ولكن ايه هيبقى طعمه حلو كمان. عايزين تستخدموا بسكوتات اللي بالشوفان او الحاجات اللي بالقمح ماشي. طيب الخليط ده بصوا بدا يتقل ازاي ويبقى جميل. الخليط ده لوحده لازم اعرض البيض للتعقيم، انا ضد ابدا زي زمان كانوا بيعملوا المايونيز الاصلي يبقى على بوله وتحتيها حله فيها بخار ويعملوا عليها الايه المايونيز الاصلي علشان يتعرض للحراره، ونضرب البيض ده كويس جدا 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 لما يفتح لونه مع اضافه الزيت طول الوقت لحد ما يتعقم البيض كويس قوي. لكن طبعا دلوقتي بقينا نلجا للحاجات اللي من غير بيض او المصنعه. بصوا بقى ده هيجمد كمان، خليني بقى ابدا استخدمه كده في جنب، هشيل بس شويه منه اني احطهم على الوش، فاسمحوا لي اخد بلوش كده شويه في بوله، ممكن تكون ايه بوله زي دي اهي، هاخد كده هنا مفيش. طيب هاتولي لوش يا ولاد بعد اذنكم، هاتولي اللوش. طيب هلف هقلب كده، بصوا تقليبه، بصوا بدا الخليط يتقل ازاي، واجيكم دلوقتي بظهر المعلقه اهو. نعمل كده الخليط ما يجوش على بعض ويبقى تقيل، اعرف كده انه تمام هيتماسك، وده الخليط الطبيعي للحتة المهلبيه عشان تعرفوا انها وصلت للتماسك بتاعها المظبوط ولا لا. انتوا شايفينها سايله بس طالما ما جوش على بعض كده اهو، بص يبقى تمام، هو ده القوام المظبوط، هتدخل تبقى كريمي ما تبقاش جامده. طيب
هبدا اعمل كده واصب شويه هنا، خليني اصبهم حتى كده بال هنا شويه صغيرين، هحطهم على الوش بس، هخلطهم على الوش طبعا، وهي سخنه كده هروح احط عليها معلقه من الشوكولاته القابله للدهن اهي. او لو عايزين في الحلاوه السبريد اللي بالشوكولاته اللي هي تقدروا كمان تخلطوها بيها، خليني بقى ايه اعمل دي كده تسيحوها تدي طعم وتيست حلو قوي، مش شرط كمان الشوكولاته القابله للدهن، بس تديها قوام كده حلو. بصوا اهو في الخليط ده، وهنصب ده على وش الايه اخر كوش يعني على الوش في التوب بتاع الايه الخليط بتاع المستريح اهو. الحلاوه كمان السبريد بالشوكولاته دي سبريد روعه، تدي طعم وتيست روعه، حاجه كده مختلفه. بصوا اهو، خلينا بقى بسرعه هاخد من الخليط ده شويه اهو، لقيت لوش الحمد لله، يا سلام بسم الله، وهعمل كده شايفين حضراتكم روعه بسم الله. وصفه بسيطه جدا بس جميله مختلفه. هنكمل تاني طبقه من البسكوتات بالشكل يناسب حضراتكم كده، هنا معلش انا باخد بسكوتين بسكوتين هنا، عايزاها يبقى فيها شويه يعني، مش عايزاها تبقى ايه غرقانه جدا ماسكه نفسها كده، عشان تبقى طبقاتها حلوه كده. هدعم طبقه بسكوت حلوه، انا هعمل ثلاث طبقات بس مش هعمل اكتر منهم يعني، الطبقه دي وخلاص، طبقة تانية من فوق وخلاص. ده ده شايفين ازاي؟ وتعالوا ناخد بسم الله طبقة كمان روعة. ممكن تعمل في كاسات يعني، مش شرط تبقى في البايركس. انا عايزه طبقه دي المفروض بقى تبقى طبقات البسكوت تبان منها، مش تبقى يعني كلها زيطه في بعضها كده مش باينه كتيره، لا انا عايزه طبقات البسكوت تبان، ما يهمنيش تبقى طبقه الكاسترد دي بتاعت الشوكولاته قليله، بس تبقى في ماتشنج بينهم كده كده. نعملها بقى، نكمل بقى الحاجات بتاعتنا دي كلها. يعني نقدر نغير في الخليط ده تماما، بدل القهوة عصير وبدل اللي احنا عملناه بالشوكولاتة ده يبقى كاسترد أصفر. ونحط بقى ايه الشوية الباقيين دول كده، وانا هكمل بطبقة من اللي احنا عملناها دلوقتي مع حضراتكم. بصوا دي شفتوها اللي خدت شويه من الخليط عشان احط على الوش، طبعا ده لازم يكون مسك تماما، بس انا ما عنديش مانع ان انا اعمل ميكس بينهم على فكره، حتى لو هم هيدخلوا في بعض بس هيدوني ميكس كده حلو قوي كده. انا شايفه كده برضو يا فندم كده تدخل الثلاجه هتتماسك، هتبقى رائعه، هتطلع زي ما حضراتكم شايفين. بصوا اما بتمسك هوريكم دلوقتي قطعه منها، ممكن نزينها بقى بكريم شانتيه بوابن كريم اي حاجه انتوا عايزينها، عايزين تسيبوها ساده كده مفيش مشكله، صراحه هي من الحاجات الرائعه. والله يا مصطفى تسلم ايدك، جيت في وقتك المناسب الحقيقه، شكرا جزيلا. خلينا نجرب كده نشوف، عندي هنا سكينة بسم الله كده اوكي، نجرب بس ال ماشي، ممكن نعمل وحدات كده صغننة كده
انت يا جميل تقول رايك على طول. ايه رايكم كده، كفايه صفين ولا عايزين ايه؟ عايزين صفين كمان ولا كده كفايه؟ صفين كفايه يا فندم. بيقولوا لي الناس هنا الكلمه بتبقى تقيل عليهم شويه حضرتك. ماشي يا فندم، انت تؤمر يا فندم. ممكن نجملها كده وحدات كريز، يعني افتكاسات، افتكاسات لطيفه كده كده. اللي هي دي يا فندم صح كده؟ ظبطت يا فندم؟ انت تؤمر، يعني الدقه دي حاجه مهمه جدا. تسلمون لي حبايبي، ميرسي. في حاجه هنا ممكن بسيطه بس كده من سبرينكلز. ايوه تعالوا بقى، عايزه اجرب اقطع منها حته، عايزه اقطع بسكينه صغيره، ينفع ولا ايه؟ ها ناخد كده. يا نهار ابيض على الجمال. بعدين يا جماعه موضوع كبير جدا. مش عايزه ابوظ شكلها والله، لا الموضوع كبير بجد. طب ايه ادوق؟ يا نهار ابيض، بصوا بقى طبقه البسكوت، طبقه الكريمه اللي احنا عملناها على النار، والطبقه التوبينج بتاعتها من يعني حاجه كده رائعه. ممكن نجرب؟ بالله انا والشيف على قلب حضراتكم، رائعه جدا لمحبي الوصفات اللي بالقهوه. حضراتكم لو مش حابينها بالقهوه ممكن نعملها بالعصاير، ونعمل مكان الصوص الشوكولاته يبقى كاستر. تعالوا بقى، انا مش انا حبيت اقطعها بس اشوفها مش ببوظ شكلها، هسيبها هنا اهي، نعدل الكريزه دي بس كده تمام. واسمحوا لي بقى ممكن نعمل وصفه سريعه. الناس هنا دي الحقيقه كانت مفاجاه، يعني ما كانش معمول حسابها في الحلقه الحقيقه، بس الناس هنا قالوا على وصفه قديمه جدا، مش عارفه حضراتكم هتبقوا تشاركوني الراي فيها وتقولوا لي عليها. انا بحبها جدا، تربيت عليها، بس مش عارفه هي هتناسب كل الناس ولا لا. بس الوصفه دي وصفه قديمه اسمها سد الحنك، وفي ناس بتقول عليها حلاوه تركي. خليني كده نعملها مع بعض بسرعه. انا كنت بعشق الوصفه دي جدا، وكان في البيت بيعملوها لي كتير جدا جدا وانا صغيره جدا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا. بوله كبيره فيها بطاطس محمره، يجي مثلا 2 كيلو بطاطس محمره كده، وجنبها لازم احلي بسد الحنك، بحبه جدا. هعملها لكم زي ما كان بابايا بيعملها. هي المفروض الاساس فيها دقيق وسمن وميه بسكر، لكن انا هعملها باللبن والسكر عشان الولاد لو حابينها يقدروا ياكلوها. هي اتعرضت في مسلسل شهير جدا اكيد يتربى في عزه، انتوا اكيد عارفينه، النجم يحيى الفخراني، وكان الله يرحمها رحمه الله عليها الفنانه جميله كريمه مختار كانت بتعملها له. هي دي الوصفه، هي دي الوصفه بتتعمل كده. تعالوا بس انا هاخد كده ايه، هاخد مثلا، انا ما هحتاج دي ادوب فيها الايه اللبن والسكر الاول بجهزه، عشان انا لما بحمر ال يعني الدقيق ببقى محتاجه الخليط ده جنبي. كوبايه كده من اللبن، 3 4 معالق سكر، ما تكتروش. هنقلب، هاخد السمنه مع الدقيق احمره على النار. الغريب كمان سبحان الله ان حمايه كان بيحب الوصفه دي، واول ما اتخطبت كنا قاعدين بنتكلم، ما كانوش يعرفوا ان انا بعمل اكل اصلا. يعني وانا عاده ما كنتش بحكي عن القصه دي في حياتي عموما، يعني حياتي الشخصيه، الا الناس جيراني اللي متربيين معايا من سنين يعني. فبالصدفه واحنا قاعدين بيبصوا لي يعني انه ايه اللي هي هتعمله ده؟ يعني هي دي هتعمل ايه في حياتها دي؟ دي ولا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تعمل اي حاجه. فيعني ايه اللي هو الله يعينك يعني. فواحنا قاعدين فبقول له ايه؟ بيقول لي انا في وصفه كده قديمه اكيد طبعا انت عمرك ما هتعرفيها. فقلت له طب حضرتك قول لي يعني ممكن اكون اطلع اعرفها. قال لي وصفه قديمه قوي كده اكيد انت ما تعيش عليها، انا بحبها قوي ونفسي حد يعملها لي مظبوطه، يعني يعملها لي حلو. فقلت له ايه هي؟ قال لي سد الحنك. قلت له طب واللي يعملها لك دلوقتي؟ قال لي بتعرفي تعمليها؟ قلت له اه. قال لي قومي فورا. طبعا هو يعني بيقول لي قومي فورا عنده امل، ولكن مش عارف انا هعملها ولا مش هعملها.
اخد كده 3 معالق من السمن على 3 معالق من الدقيق قد بعض زي ما بنعمل البشاميل بالظبط، وهاخد كده تقليبه سريعه معاه لحد ما السمن ده يسيح، وتاخد تحميره حلوه ويغير اللون للبني. فقمت عملتها وما كانش مصدق، يعني هو ما كانش مصدق ان انا هعملها، وكان سعيد جدا بيها الحقيقه، وانا اتبسطت ان انا يعني قدرت ان انا احقق له حاجه هو كان متوقع ان انا مش هعرف اعملها. وبرده لحد الفتره دي قعدنا كتير ما حدش كان متاكد انه فعلا انا ممكن اكون بعمل اكل يعني. وده عادي يعني، ده بالنسبه لي شيء عادي لانه انا فعلا ما كنتش بحكي في القصه دي مع حد خالص. يعني حدش يعرف ان انا حد بيطبخ بيعمل اكل من وانا صغيره بشيل مسؤوليه، ما فيش الكلام ده. ما كنتش بحكي في القصه دي خالص. لحد اول ما بدات اعمل البرامج يعني. مش مفاجاه والله، حتى كانوا اصحابي لما يتعزموا عندنا كان في ناس بتساعد في البيت، بس ما كانش حد يمد ايده في الاكل، هما بيسالوني في الكنترول، لكن كانوا يجوا ياكلوا على اعتبار ان في حد موضب الاكل ده. حتى بعد ما اتخطبت والله كانت حماتي متخيله انه الناس اللي موجوده هي اللي بتعمل الاكل. لحد ما عملت صينيه كنافه بقى عندها، وكانت صينيه الكنافه هي ما صدقتش ان انا عملت صينيه الكنافه دي وانها واقفه جنبي في المطبخ. تقولي انا لو مش مصدقه اني واقفه جنبك في المطبخ مش هتخيل ابدا انك هتعملي صينيه كنافه بالكريمه بالشكل ده. وبعدين بدات بقى ايه تتوالى المفاجآت. ليه بقى؟ لا استنوا بقى، في ناس بتحط مكسرات. احنا بصراحه بابا كان بيحط لنا شويه مكسرات بس قبل التشكيل على طول. بصوا كده نحط هنا، انا بحط تاتش قرفه بس، وده اختياري وليس اجباري، بس سبحان الله بيديله طعم جميل جدا جدا جدا. هحمرها تحميره حلوه، بس اول ما اللون يبقى على بني لازم يغمق قوي اللون، درجه اللون تغمق جدا كده. ما انا بقى دي اللي معرفهاش يعني، هم ليه سموه سد الحنك؟ بيقولوا الواحد بياكله ما بيقدرش، بس اكيد لو ليه قصه هحب اعرفها اكيد. مفيش حاجه ما سبتهاش. لو يلا قولي. طب انا بقول دلوقتي القصه عشان مخرجنا استاذ ابراهيم عارف القصه بيشبع. يا طب انا هقول القصه بقى، اسمح لي بما انك انت قلتها لنا ومرسي. طبعا قال لك زمان كان في ناس بيوت اقتصاديه ما كانتش بتقدر تعمل يعني حلويات مغاله فيها، فكانوا زمان ايه اكتر حاجه موجوده في البيت هي الدقيق والسمن والسكر. فكانوا يعملوا الحلو ده علشان يبقى نوع من انواع الحلو، وفي نفس الوقت فعلا هو كدقيق وبتقلب كده العجينه فبيبقى مشبع. ففعلا اللي بياكله بيشبع، فسموه سد الحنك لانه بيقفل بعدها. تسلم والله وميرسي ان انت من الناس. هو شاب جميل جدا ولكن من المدارس القديمه، وانا بحقيقه بعتز بالشخصيات دي قوي. ومعايا رانيا برضو بروديوسر البرنامج، نفس الفيلم يعني من الشخصيات الجميله. بصوا بقى انا كده اهو عماله اشوح فيه، بس ايه حياتي انت يا اوني والله. عارفين الناس اللي اتربت على اصول وزمان وحاجات زمان لكن عايشين بجيل دلوقتي، انا الحقيقه بحترم الناس دي قوي قوي بجد والله. ودايما اقول الاخلاق دي اهم من اي حاجه، التربيه هي الانسان تربيه بس ونقطه ومن اول السطر، مفيش اي حاجه تانية ممكن تتقال كده. هنقلب تقليبه حلوه. مش عارفه مصطفى الطاسه دي مش بتسخن زياده على الرغم ان هي يعني ايه المفترض، خلاص هو هيبدا يدخل بقى في انه يبدا يستشعر اللون، بس طبعا لازم يغمق جدا. وانا هنا عقبال طب ما يتشوح شويه هروح مقلبه السكر كويس، ادوبه كويس جدا. انا بعملها في اللبن لكن هما زمان بيعملوه في الميه والسكر، ميه وسكر يعني حتى ما كانش فيه اللبن. هنقلب بقى تقليب اخيره كده خلاص. ما يرضكيش يعني يقولوا لي ان انت عاملاه فاتح، ما يرضكيش حالا. يا نهار ماشي. ممكن جدا يبقى على المضمون بس كده اهو. انا ما عنديش مانع لو عايزه كلها يعني.
كده. اوكي اقدم لكم تاني ده جنبه ولا لما يدخل الثلاجه نحط ده جنب ده ولا بلاش؟ خلاص اللي احنا قدمناها احلى اللي ساقعت. حاضر حطها لكم حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي بصوا بدات تتماسك كمان. ها تمام. هنبدا بقى ايه نجهز الخليط ده، هنضيفه لحد ما تبقى عجينه جميله. هنشكلها ممكن في اللحظه دي بس عقبال ما ياخد خلاص اخر درجه لون. اسمحوا لي ابص على اللي في الفرن. تمام كده. يبدا بصوا بقى اخد اللون الفاتح هيغمق عن كده يبقى بني. اول ما يبقى بني خلاص هبدا اضيف الخليط بتاعي، كوبايه اللبن على الكم معلقه سكر اللي احنا حطيناهم. وانا زي ما قلت لحضراتكم طعمت برشه بسيطه قوي، دي اختياري وليست اجباري من القرفه، بس بتدي تيست ليه حلو قوي. عايز يجمل بمكسرات بقى حاجه كده، عايزين تحطوه في طبق صغير وتقلبوه ويبقى كده مفيش مشكله. يلا بينا. المسقعه رائعه والله جدا. عايزه اقول لحضراتكم بجد احنا يعني دقناها في الفواصل من الحاجات الرائعه. رانيا دقتيها طلعت ايه؟ بتقول بتغمز بعينيها وبتقول حلو. انا ما شفتش بس ماشي، انا بثق فيك والله. بيهدي النفوس يعني. يا حبيبه قلبي انت كده. بصوا بقى انا معلش هضيف بقى عشان ما اتاخرش اكتر من كده، لكن عايزين تحمروها بقى يا سيدي. القوارب تجنن. احلى حاجه بالخضار، والخضار ده مفيد قوي الفتره دي الحقيقه. يا ريت ندعم بقى بخضروات وحاجات ساقعه كده جميله فتره الصيف. هضيف بقى كده. بسم الله. هنقلب طبعا. عايزين تغمقوه عن كده غمقوه، بس انا الوقت بقى عندي اصبح لا يسمح. بسم الله. هنقلب كده لحد ما الخليط يتكاثف ويتشرب بقى اللبن ده، والدقيق يتشرب اللبن ويبقى ايه زي العجينة كده بتاعت عجينة الشو بالظبط نفس الفكرة. وبدأت بقى ايه زي ما حضراتكم شايفين تمسك كده معانا. عجينة متماسكة. وادي عجينة سد الحنك تبدأ بقى تتلم كده زي عجينة الشو بالملي. اهي ممكن بقى ناخد بولة صغيرة كده ولا حاجة نقلب فيها يا مصطفى، او ماشي معلقة كده اوريكم اشكل بيها ازاي برضو، دي طريقة تانية شايفين. بس طبعا غمقوه، انا قلت لحضراتكم الوقت عندي مش يكفي ان انا ايه. يلا بينا يلا بينا. قدم بقى هنا في الطبق معلقة كده، ممكن يتشكل كده. دي طريقة ممكن يتعمل بيه. خليته مودرن. وبعدين نستسمح بقى حضراتكم واحنا بقى بنحط كده سد الحنك ان احنا نطلع فاصل ونستقبل ضيفتنا اللي هتنورنا، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال، وفقرة مميزة إن شاء الله.